إذا أهلا وسهلا بك سيادة النائب في نشرة الأخبار من ليبيا الحدث وعودة الملاحة الجوية وأخيرا إلى مدينة سبها، وحضرتك كنت من المشاركين في هذا الموضوع وكنت الحاضرين لوصول الطائرة الأولى التي حطت على مدرج المطار. تفضل سيادة النائب. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة لي كل مشاهدي الكرام. أهلا بك. ليوم عظيم لعودة الملاحة الجوية لمطار سبها بعد انقطاع دام 5 سنوات وسبعة أشهر وستة أيام بالتحديد. عودة مطار سبها إلى الخدمة أولا، دائما من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أود أن أشكر شكر خالص مباشرة إلى القيادة العامة للجيش الليبي متمثلة في القائد العام وكذلك ضباط وضباط صف وجنود، ولولا المؤسسة العسكرية لما استطعنا أن نستنشق رائحة سلامة مطار سبها للخدمة. نعم. فيما سبق خلال السنوات الماضية عندما كان مطار سبها مقفلا كانت ميليشيات التي تتحكم في مفاصل الدولة، ولكن عند دخول الجيش الليبي في يناير الماضي بدأت ترجع الحياة إلى مدينة سبها. اليوم قد احتفلت سبها بإعادة رئة سبها، أي شريان سبها. نعم. أي مواصلة سبها مباشرة بباقي المدن الليبية شرقا وغربا، وبحول الله تعالى سوف تستأنف كل الرحلات أيضا الدولية منها إلى تونس ومنها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. اليوم عندما كنا في سبها كانت الفرحة في عند أهل فزان، كانت الابتسامة، الكل رحب بعودة طيران. نحن ندرك أن أهلي في فزان عانوا الأمرين عندما كانوا يجبون في سفرهم تجاه الغرب والشرق، حتى نعم سيادة النائب حتى كانوا في حالة انعزال يعني عن 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 ليبيا، يعني في حالة انعزال تام. يعني لم أسمعك جيدا. نعم، أهل سبها كانوا في حالة انعزال تام، لا طيران بالنسبة لبرق قطع طرق، ونعم لا وقود، وهنالك حالة انعزال تام لأهل سبها وأهل الجنوب. الآن عادت البوصلة بشكل صحيح إلى سبها التي تعتبر منارة الجنوب الليبي. بكل تأكيد، يعني عودة المطار هو عودة الحياة إلى طبيعتها. نعم. الكثير من الجهد والوقت والمال لكل المسافرين. اليوم نحن ندرك أن بعض الطرقات أصبحت متهالكة، من الصعب بمكان أن تتنقل بين المدن الكبرى شرقا أو غربا. الكثير من أصحاب السيارات لقوا حتفهم نتيجة الطرقات غير جيدة، وكذلك البعض منهم كان يحمل في محروقات داخل سياراته. ولكن أجدد شكري من جديد لكل من ساهم في إعادة تشغيل هذا المطار، وقصد الذكر أيضا حتى لا ننسى جهود الآخرين متمثلة في مصلحة الطيران المدني وكذلك مصلحة المطارات الذين قدموا ما في وسعهم لكي يفعلوا ويشغلوا مطار سبها. طيب. أنا يعني أشكر يعني كل جندي مجهول قدم ولو بكلمة طيبة لتفعيل هذا المطار. طيب سيادة النائب. نعم سيادة النائب، الآن تعتبر عودة مطار سبها إلى العمل مجددا بجدول رحلات من كافة شركات الطيران هو تتويج لعمل متواصل ومشترك بين القيادة العامة للجيش الليبي وأيضا الحكومة المؤقتة التي بذلت الجهد الجهيد من أجل إنعاش هذا المطار مجددا الآن، مقارنة بحكومة السراج التي عاجزة حتى الآن عن تشغيل مطار واحد في طرابلس. السراج هي من تقوم بعرقلة كل ما يجري في ليبيا حتى على الصعيد وميليشياتها هي من تقف حركة الطيران. تفعيل. نعم. مطار سبها، نحن عندما ننظر إلى مطار معتيقة على سنتان بالأمس القريب، يعني تم قفص المطار مرتين، دل على شيء، دل لا يوجد أمن، بل هي مدينة طرابلس غابة تحت سيطرة الميليشيات الذي ذهب الجيش لتطهيرها من 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 هذه العصابات المطلوبة محليا ودوليا. نعم. ولكن أكرر لك أن افتتاح مطار سبها اليوم هي إعادة شريان هوائي جديد لأهل فزان عموما لكي يتواصلوا مع أهلهم وأحبابهم في كل البلاد شرقا. نعم. وغربا. نعم. وتوفر الوقت والجهد والمال والسلامة. نعم، في طبيعة الحال أشكرك جزيل الشكر السيد علي سعيد عضو مجلس النواب، ونبارك لأهل سبها.